السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يا جماعة أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد. والخبر اللي معانا النهاردة عن فتح باب التقديم بميعاد ضباط الصف لسنة 2023، وهنتعرف على الشروط والتفاصيل. للحاصلين على الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية الفنية والدبلومات، فتح باب التقديم بمعهد ضباط الصف لسنة 2023 لراغبين في الالتحاق بمعهد ضباط الصف المتطوعين. موعد وطريقة التقديم بمعهد ضباط الصف المعلمين 2023 للحاصلين على الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية الفنية والدبلومات. لراغبين في الالتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين، معهد ضباط الصف المعلمين 2023 للحاصلين على الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية الفنية والدبلومات بهدف التقدم لدفعة جديدة لعام 2023. طب ايه يا جماعة شروط التقديم في معهد ضباط الصف؟ شروط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2023: يوجد عدد من الشروط التي يجب توفرها في المتقدم لمعهد ضباط الصف المعلمين، هنقولها يا جماعة مع بعض. أول شرط معانا، يجب أن يكون مصري الجنسية، أي أن الأب والأم مصريين. يجب أن يتميز المتطوع بحسن السير والسلوك. يجب أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية طبقا للمقررات الطبية المطلوبة. ألا يقل سن الطالب عن 15 عام ولا يزيد عن 25 عام. ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج، ولا يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة له بنجاح. يشترط اجتياز اختبارات اللياقة البدنية، اجتياز الاختبارات الثقافية والنفسية والمهنية، أن يجتاز الطالب كشف الهيئة. ألا يقل الطول عن 165 سنتيمتر. ألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من مجموع الدرجات. مكملين مع بعض، لا يسمح بقبول الذين تم فصلهم من قبل لأي سبب من الأسباب. يشترط موافقة ولي الأمر في حالة عدم بلوغ المتطوع سن 18 عام. أما بالنسبة لرتب معهد ضباط الصف المعلمين، فتكون مدة الدراسة بالمعهد 2 و10 شهور دراسيين، بعدها يتخرج الطالب برتبة عريف ويتم توزيعهم على الوحدات العسكرية. طب إيه هي الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2023؟ صورة من أصل الشهادة الإعدادية المعتمدة أو مستخرج رسمي معتمد ومختوم، ويقدم الأصل عند الالتحاق. شهادة ميلاد مميكنة حديثة الصدور. صورة بطاقة الرقم القومي. أما عن موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023 دفعة 163، سيكون الخميس الموافق 17/3/2023، وسحب الملفات هيكون من منطقة التجنيد يوم السبت الموافق 1/4/2023. أما عن رابط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2023، فيكون التقديم على النت، ويتم إرفاق رابط التقديم في الموعد المحدد لسحب كراسات التطوع لمعهد ضباط الصف. سوف يتم سحب كراسات التطوع الخاصة في القوات المسلحة، وذلك بداية من شهر إبريل لعام 2023، ويستمر سحب الكراسات ليوم 8 مايو 2023. ويصل سعر ملف ضابط الصف بالقوات المسلحة ل 300 جنيه مصري. أما عن أماكن سحب الملفات لمعهد ضباط الصف المعلمين، فعندنا مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، مناطق التجنيد والتعبئة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا، وأقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات غير المتواجد بها مناطق تجنيد وتعبئة. أما عن الأسلحة التي يتم دخولها لطالب المتطوع بالإعدادية، فهي صاعقة، مظلات، قوات جوية، قوات بحرية، دفاع جوي، حرس الحدود، حرب إلكترونية، حرب كيميائية، أسلحة وذخيرة، سكرتالية، مخابرات، حربية واستطلاع، جميع أسلحة الجيش بيكون. أما الطالب المتطوع بالدبلوم الفني، فعنده القوات الجوية، وعندنا تدريب مهني، وبيكون ضابط صف فني في الجيش، ومدة الاختبارات في المعهد 8 شهور. أما عن المصاريف بتاع التقديم للطالب المتطوع بالدبلوم الفني، فبيكون 2000 جنيه زائد 500 جنيه تأمين. بكده نكون عرفنا شروط وتفاصيل التقديم لمعهد ضباط الصف، الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية للعام 2023. في النهاية يا جماعة أرجو دعمنا باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.